السلام عليكم، كل سنة طيبين، يا رب يعود علينا كده بخير وكل اللي احنا بنتمناه يا رب كده الأيام دهيت إن شاء الله. الحقيقة أنا بادئة القطايف متأخر شوية، بس هي طلبت مني فعلا معايا المقادير اللي هو كوباية دي كبيرة، دي كوباية دي عندي كبيرة، كوباية دي كبيرة وبنفس المعيار اللي بتعيري بيه الدقيق، عيري بيه المية، وفي هنا دي سمولينا اللي هو السميد، يعني تحطش حوالي 3 معالق برضو بتاع ربع كوباية هنا، ومعايا معلقتين ممسوحين كبار نشا، ومعلقة خميرة وذرة ملح. اللي انا هعمله كله انا هحط ممكن نسيت ما نجيب معلقة سكر، هحط معلقة سكر هنا، بس اجيب اللي هنا اللي اجيب المقادير على جنب كده هنا، ايه احط معلقة السكر هنا، وهحط الخميرة، بحاول اقلبهم مع بعض كده. طبعا انا حاطين كوباية مية والتانية قدامي اهي، الف الخميرة كده، ومفروض كوباية المية دي ياخدوا كوبايتين، كوباية الدقيق تاخد كوباية المية، فانا برضو ايه هحط وهشوف على حسب ال يعني العجينة اشوفها معايا ايه واقرر عن المية. هحط هنا الدقيق، دقيق السمولينا، النشا، ذرة الملح، نقلب. طبعا انا مش عايزة العجينة فيها اي كلكعة، لو كلكعت مني لا قدر الله يعني بنعمل لها مثلا زي ايه عملية نصفيها، او عايزة اضربيها في الخلاط اضربيها، اضربيها في الهاند بلندر، اي حاجة عندك اضربيها بيها. انا هنا كده بلف بس بشوف العجينة شكلها ايه. انا هخمر العجينة مرتين يا جماعة، مرة تخمر، بس بحط بقى ميه ايه حبه حبه كده، مش هتاخد اي كوبايتين الميه معايا، لفها كويس جدا. هي ممكن تكون هنا بس مخدتش كوباية الكوبايتين المية، مخدتهمش، اخدت حوالي كوباية وربع، بس هجيب لها معلقتين دقيق كده اهوت ونشوفها مع بعض. ادي العجينة يا جماعة، انا حطيت لها معلقتين دقيق اهي، وانت بتشوفي بتحطي المية على حسب العجينة قدامك. انا عايزاها كده هتخمر مني، وهرجع اعملها تاني وارجعها تاني او هشوف لما تخمر اول مرة اهي، مفيهاش اي كلاكية ولا اي حاجة، بس المهم ان هي تبقى سايله كده اهي، مش شايفين كده اهي اهي، لسه مع الخمر كمان اهي. ده كل اللي انا هعمله، انا هحطها ورق الاستريتش كده كده، وهسيبها تخمر نوريها لكم بعد كده. ادي العجينه بتاعتنا اهي بعد ما خمرت، نشوفها مع بعضينا اهي. انا خمرتها تاني على فكره، تاني مره تخمر معايا اهي، حلوه جدا اهي. لازم اضيع منها الخمر كده، حطها بقى في حاجه كده ليها بوزه، ندور على حاجه ليها بوزه ونشتغل على النار ان شاء الله. وادينا حطينا هنا، حطيت طاستين هنا عشان ايه اسرع لنفسي، وهنا
حطيت الحاجة العجينة في حاجة في بوز يعني على قد ما اقدر كده على اساس ان انا اتحكم فيها. ننزل اهو، طبعا بتعملي الحجم اللي انت عايزاه. طالما عملت فقاقيع كده في ساعتها كده تبقى العين معايا العجينة زي الفل. ليش بس اول مرة بتبقى ايه عايزة ظبط شوية وانا بحطها. شايفين الفقاقيع بتاعتها اهي، بس الفقاقيع ولسه كمان الطاسات كل ما بتسخن بتديني نتيجة احسن. انا بس معلش حطيتها مش حلوة. بس الفقاقيع وجمالها هوريكوا بس ايه 2 3 كده وبعدين انا اكمل ان شاء الله. مش عايزه احركها لما ايه ابتدي احس ان هي بتبدا تتحرك معايا. هي بدات تتحرك هي لوحدها. سيبها شويه لسه متحركهاش، لما تتحرك ايه تحس هي بتتحرك لوحدها اهي زي كده. طبعا النار واطيه اهي، انا مش عايزه اغمقها عن كده. حلوه قوي كده. معايا اهي بس جميلة بقى، لسه ما دخلها تحت قلب ال، بس سيبها تتهوى ثواني بس كده وبعدين احطها طبعا جوه هنا واغطيها هنا على بال ما ايه محشيها ان شاء الله. السميد بيطعمها قوي يا جماعه في الاكل، بيخلي طعمها حلو في الاكل السميد، لان السميد معروف طعمه حلو جدا في اي حاجه. ان شاء الله عايزه اعمل لكم بيه معموله السميد لوحده من غير دقيق من غير اي حاجه باذن الله. انا بعملها كل سنه في العيد الحقيقه، معمول بس بالسميد خالص من غير قهوه، بياخد وقت شويه في عمايله، مش تعب مش عمايل مجهود يعني، لا وقت يعني مسألة وقت بس لكن مجهود لا. ما بتاخدش اي وقت القطايف في عمايلها، يعني مجرد ما الطاسه بتسخن معاكي كله بيخلص مره واحده الساعه تاكل، يعني ما تاخدش هنقول مثلا تلت ساعه يا دوب. انا كده عايزه احطها ايه في واحده احسن في النص كده بحيث ان هي ايه متطلعش ايه معوجه معايا كده احسن. من حب وارجع لك تاني هجرب تاني معاكم اهو قدامكم.
دي المروه الثانيه اللي اعتبر ان انا ما خلصت الاولانيه، ودي المروه الثانيه. بس برضو باكد عليكم العمايل عشان تشوفوا بعينيكم اهي، بس جمالها. بغطيها بقى كده وبحط هنا اهي تترى بتبقى ايه. بصوا قربت تخلص معايا خلاص. طبعا بعملها بقى وبروح جايه اللي انا بعمله يعني، ان شاء الله لو عايزه اعملها كلها في وقت ساعتها عشان اخلصها بتخلص، لكن لو انا عايزه اخليها في الفريزر عندي بعد ما بخلص بحشيها وبجيب صينيه وبحفر ده فيها ومدخلاها الفريزر شويه دوب 10 دقايق ربع ساعه تجمد، واروح مطلعها احطها في اكياس في علبه تبقى موجوده عندي في الفريزر دايما. منين محتاج بقى مثلا على قد ما هناكله مثلا كام واحده بتاع، بحس ان انا لو انا مثلا بنقل الكميه على بعضيها وبتبرد محدش بياكلها، اللي عايز ياكلها بياكلها سخنه ما بياكلهاش بارده. فالموضوع ده نفعني جدا جدا ان انا بعمل على قد ما بتتاكل في ساعتها وما بتخسرش وما بتترماش. دي احلى حاجه فيها. طبعا العسل موجود على طول في البيت، ما يعني ما اقعدش من غير عسل مثلا على اساس طالما انا عندي قطايف او عندي كنافه، فبتبقى حلوه جدا جدا موجوده. حد دخل على سهوه حاجه عايزه حاجه حلوه تلاقيها تعمليها على طول. لكن لو بتعملي كميه على قد الاكل وهتخلص في ساعتها حلوه قوي برده، بس هي يستحسن طبعا تتعمل وتتشال في الفريزر تلاقيها جاهزه في اي وقت. يلا اخلص بقى اوريها لكم في الاخر. وادي القطايف اهي بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. الكوبايه كوبايه الدقيق نقول كوبايه وربع، نقول كوبايه ونص بالسميد، كوبايه ونص طلعوا كميه الدقيق بسم الله ما شاء الله اهو. لسه ما تلحش كمان هتبان اكتر. ادي قطايفنا بعد ما اتحشت اهي، طبعا جمدتها في قلب الصينيه فردتها فجمدت عشان تبقى كده ملحلحه في بعضيها اقدر اسحب اللي انا عايزاه. ودول اللي انا هحمرهم دلوقتي وما رضيتش اغمقها طبعا في السوا عن كده عشان خاطر ان انا اعرف احمرها كويس. طبعا بحط زيت وبحط معلقه سمنه فلاح عشان تديها طعم، فيلا نشوفها في التحمير ان شاء الله. اهي حمر جميله، هقلبها على الناحية التانية برضو اشوف لما احمرها. ادي القطايف بعد ما اتقلت وجمالها، ومعاها بقى شوب عناب يحبس. ايه رأيكو؟ ولا اشتريتش حاجة من بره ولا جبت حاجة، مش عايزة بقى غير منكو ايه سبسكرايب ولايك وشير وكلمتين حلوين كده اهوت منكم عشان يوصلكوا كل جديد مني مع وصفات ناجي حسن. أشوفكم على خير، إلى اللقاء في وصفة جديدة.